big decision. Do nothing. Do nothing. Show me what you just did. Show me what you did. Mommy, did you see it? Huh? في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أثار منذ وقت سابق الإعلان عن الفيلم أكثر انتظارا في صناعة السينما الهندية جيل زرا من إخراج فرحان اختار حماسا كبيرا بين المعجبين، خاصة أن القصة تدور حول رحلة على الطريق مليئة بالمغامرات التي تركز على المرأة، وقد كان سيظهر فيها الثلاثي البوليودي الموهوب كاترينا كيف آليا بهات وبيانكا تشوبرا، هذا وفقا لتغريدات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ذكر فيها بأن النجمة الهندية بيانكا تشوبرا ستنسحب من المشروع. وللإشارة قد كشف مصدر مقرب من موقع بوليود همجما بأن تضارب المواعيد بين النجوم هو الذي أدى إلى تأجيل الفيلم، خاصة أن الممثلة بيانكا تشوبرا لم تكن قادرة على الالتزام بالتصوير في عام 2023 بسبب التزاماتها في هوليود، كما أن آليا بهات هي الأخرى لديها مشاريع قادمة في عام 2024، وهو ما جعل المخرج فرحان اختار يقوم بتأجيل الفيلم حتى الوقت المناسب. كما أنه حسب الأخبار المنتشرة حاليا فإن هناك مفاوضات حول اختيار النجمة أنوشكا شارما أو كيارا أدفاني، وذلك من أجل الدور في الفيلم بدلا من بيانكا تشوبرا التي قررت الانسحاب. ومن جهة أخرى فقد أنجبت الممثلة التلفزيونية ديميكا كاكار مؤخرا طفلها الأول من زوجها شعيب إبراهيم في 21 من شهر يونيو 2023، ومع ذلك فإن ديبيكا لا تزال موجودة حاليا في المستشفى، هذا وقد تذكرت ديبيكا في فيديو جديد الأحداث التي أحاطت بالولادة واشتركت مخاوفها الأولية عندما لم تستطع الشعور بحركة الطفل مما تسبب لها حالة من الذعر، ولكن لحسن الحظ بعد مرور بعض الوقت بدأ الطفل في الحركة مما أدى إلى راحتها. وقد وصفت ديبيكا تلك الليلة بالليلة المشؤومة خاصة بعدما انفجر ماؤها، علما أن ذلك كان غير متوقع لأنه كان لا يزال أمامها أسابيع قبل موعد الولادة. وللإشارة فإن ديبيكا ما زالت حاليا في المستشفى، كما أن طفلها يتلقى العناية في وحدة العناية المؤقتة على الرغم من الظروف الغير متوقعة، كما أنها تأمل هي وزوجها شعيب إبراهيم أن يتعافى طفلهما قريبا.